صباح الخير على حضراتكم في كل مكان، مشاهدينا متابعي صباح اون. صباح الخير والامن والسلام، تحيه وسلام لكل الشهداء المصريين اللي ارتقوا بالامس الى السماء، تحيه على روحهم الطاهره. حادث بشع وجبان، كل المصريين امبارح ادانوه، كل المصريين امبارح حسوا بشرخ كده داخلي، لكن دايما العنوان ان الشعب ده اقوى من اي ارهاب. عدت علينا عمليات ارهابيه كتيره جدا، في كل مره البطل هو الشعب. تحيه للمصريين جميعا، تحيه لمصر العافيه والقويه. امبارح مشهد كلنا تابعناه بكل اسف، وكلنا كمان شفنا قد ايه المصريين كلهم وقفوا صف واحد لمواجهه هذا الهجوم على كنيسه ماري مينا امبارح. تفاصيل كتيره جدا في المشهد النهارده، الحلقه هتكون متابعه للحدث الارهابي الغاشم اللي وقع بالامس على كنيسه ماري مينا بحلوان. صباح الخير يا اسماء. صباح الخير يا محمد. بس انا عايز اخد زاويه ثانيه من الصباح النهارده، يعني ممكن نقول عليه صباح الخير والجدعنه على اولاد مصر الابطال. مشهد امبارح محمد ما كانش فيه حد متصدر المشهد زي ما انت قلت قد بطوله الشعب المصري. شعب بجد، يعني لو قلناها حتى باللغه البسيطه، الشعب فعلا ملوش كتالوج، ملوش ملكه. جربت تعمل فتنه طائفيه مسلم ومسيحي فشلت، مسلم سنه وشيعه وفشلت، تزعزع استقرارنا وثقتنا في دولتنا بمشاكل اقتصاديه وفشلت. ايا كان العنوان اللي هيوضع تحته يبقى فيه مشاكل في المجتمع المصري او الشقاق، فاشل بكل معانيه، مش هتقدر توصل للي انت عايز توصل له. الجدعانه بقى اللي بانت في كل المشاهد من اول مندوب الشرطه محمد السيد، اتصاب اصابات بليغه، اتصاب، زميله استشهد، ساب الدنيا كلها وبيجري. ورضا عبد الرحمن، يعني رضا عبد الرحمن امين، ولازم نذكر اساميهم على فكره. طبعا لازم، يعني رضا عبد الرحمن الشهيد اللي هو لاخر نفس، وهو كان من قوه حمايه الكنيسه، لما مسك السلاح يا اسماء وفضل لغايه اخر نفس يقاوم الهجوم عليه. فرضا عبد الرحمن امين الشرطه، وكمان محمد السيد، راح اخذ سلاحه وكمل مواجهة للإرهابي في حين أنه هو أصلا عنده إصابات بليغة. بعدين تتنقل بقى للمشهد اللي هو كلنا معتدين عليه، وهو إمام المسجد اللي موجود جنب الكنيسة. ما عملش غير الصح المفروض يتعمل كمصري، كمسلم، كوطني، كرجل، انه نادى في الميكروفون لكل سكان المنطقه: انزلوا اخواتنا بيتعرضوا لهجوم ارهابي جنبنا، انزلوا ننقذ الناس، دافعوا عن شارعكم، دافعوا عن الكنيسه اللي جوه حرم الشارع بتاعكم. والناس استجابت ونزلت وظهرت بطولات كتيره جدا. عم صلاح، الموجي ده عايزين كده نحفظ اسمه. عم صلاح ده ما يتنسيش، عم صلاح الموجي نحفظ اسمه، لانه المشهد على قد ما فيه سوء شديد جدا وفيه دم، لكن فيه جدعانه زي ما اسماء قالت. صلاح الموجي عمل ايه؟ البطل المصري اللي هو رمى نفسه كده كانه تحول في لحظه لبطل من ابطال الكوماندوز، يعني راح ومسك الارهابي واوثقه، وفي لحظه كان ممكن يتعرض فيها للموت. طبعا ده فضل مترقد له، استخبى ورا الكشك مستني لحظه الضعف اللي يقدر يدخل منها ويأيد الارهابي وياخد منه السلاح. من وقال لك، كده انا عشان بلدي، يعني ما فكرش. على فكره الموقف ده حطوا نفسكم فيه، موقف صعب جدا، انت ممكن تفقد حياتك وروحك. هو ما فكرش في حياته ولا روحه، راح رمى نفسه زي كانه كده بطل من ابطال الكوماندوز على الارهابي. فصلاح الموجي ده مشهد بطل شعبي حقيقي، ولازم يكرم على فكره، يعني لازم الاسم ده نكرمه. امين الشرطه، كل الاسامي لازم تكرم. الشيخ طه رفعت امام المسجد، المشهد ده شفناه امبارح. طبعا الجانب الاخر يا اسماء، خسه ما بعدها خسه طبعا، واحنا بقالنا يومين، يعني حتى في صباح اون بنتكلم كده في بدايه الحلقه ونقول يا رب يعدي الايام دي بسلام، يا رب كلنا كده كمصريين نحتفل بخير وما يحصلش اي حاجه تعكر صفو المصريين باذن الله. ده وان شاء الله مش عايزين الرساله دي تنجح، هي رساله عشان يعني رساله كده ليها هدف نفسي، ترويع المصريين ان احنا ما نحتفلش، ان احنا نخاف من بعض، ان احنا نخاف نروح نصلي، ان احنا نحس كده انه لا، في كارثه ممكن تحصل هنا ولا هناك. لا، لازم نقاوم ده كله بالعمل، بالصلاه، بالاحساس كده انه مفيش حاجه بتهددنا. صح، الحياه مستمره، كنيسه اتضربت هنا، جامع
في جامع وكنيسه وناس كتير، كمين شرطه، نقطه تحصيل رسوم في الطريق الواسطه، بيحصل الارهاب. احنا مش عايزين دايما نوصل او نخليهم يقدروا يوصلوا لنا فكره ان احنا مش عايشين بامان، احنا محتاجين حد ينقذنا، احنا محتاجين حد يتكلم باسم الاقباط في مصر، الناس بتتعرض لمش عارفه ايه. ده كلام فاضي، احنا في حاله حرب وما بناخدش، والحمد لله وبرضا رب العزه على الشعب وعلى البلد دي، ما بناخدش حاجه من الارهاب والخطط اللي المفروض مصر تواجهها. صحيح. الا القشور. الا ولا حاجه، يعني لناس كتير قوي ما يعرفوش انه مثلا الجامع هو اليوم الجمعه بيبقى زحمه، لا الكنيسه على فكره كمان بتبقى زحمه، كان في صلاه. طب. وكان في ذكرى وفيات لناس، كان احنا بنتكلم على عدد مش قليل، بنتكلم على 300 ممكن يبقوا اكتر من كده من الناس كانوا موجودين جوه الكنيسه. صحيح. صحيح. وفي لحظه كده محمد مشهد لصوره يعني برضو ما فرقتش في الوطنيه. صحيح. في بهو الكنيسه وتحت صوره بابا شنودة، دم الامين الشرطه اللي استشهد على باب الكنيسه لما دخلوه الكنيسه جوه، مختلط بدم سيده كانت بتجري بره علشان تتاكد ان جوزها في امان، وهي اللي استشهدت. دم مصري واحد، مسلم والمسيحي في بهو الكنيسه، الدمين. صحيح. اختلطوا ببعض في اول المشهد وفي اخر المشهد كمان محمد. في التبرع بالدم. صحيح. ودي مش غريبه خالص. والبابا شنودة الصوره رائعه جدا، البابا شنودة تحت المكتوبه على الصوره الكلمات اللي هي مشهوره جدا، الكلمات اللي احنا كلنا كمصريين حافظينها، هذا وطن لا نعيش فيه انما هو وطن يعيش فينا. دي الحكمه المصريه اللي كلنا كمسلمين ومسيحيين وكمصريين بنقولها، ان الارض دي مش ارض احنا بنعيش فيها، هي ارض تعيش بداخلنا وفينا. صوره بديعه وصوره ليها دلالات كتيره جدا ورساله. دم مسيحي، مش عايز اقول مسيحي ومسلم، دم مصري واحد سايل على بهو او في مدخل الكنيسه، في رساله ان احنا، وده كان موجود على مر التاريخ، في حرب اكتوبر ما كناش بنفرق ده جندي مسلم ولا جندي مسيحي، ما كناش بنفرق، هي حاجه واحده، علم مصر وتحتيها دم مصري واحد. فمش عايزين الاحداث دي تهز شويه كده الثقه بالنسيج الوطني. دايما في كل مره بنقول النسيج الوطني الواحد، ويمكن حضراتكم تفتكروا ده كلام متكرر ومتعادي اسمى، لانه للاسف احنا بنمر بحوادث كتيره وللاسف بنكرر نفس الكلام، نسيج وطني واحد وايد واحده، لكن لازم نقول كده، لازم في اللحظات دي نعزز احساسنا باننا كلنا كيان واحد. ايوه محمد، لان الحرب ما بقتش، لان الحروب بقت على الشعوب، ما بقتش بس. صحيح. بالسلاح. بالزبط. دلوقتي الحرب الشهيره او الاسلوب الجديد او السلاح الحديث في الحروب هو الحرب. صحيح. النفسيه. برم. وزعزعه الثقه سواء بين اطياف الشعب وبعضه او سواء بين الشعب وقيادته. صحيح. صحيح. فاحنا انواع الحروب دي احنا وعينا لها من بدري. من 2011 واحنا ابتدينا نوعى اكتر ان المشاهد اللي احنا المفروض نصدقها. صحيح. والمواقف اللي عايزين احنا نتأثر بيها، عايزين نتأثر ببعض كمسلم ومسيحي، وبعدين شوية نتكلم كفقير وغني، عايزين زعزعة للكيان ده. أصعب حاجة مش قادر عليها العالم أو أي حد قادر عليها في البلد دي هي حد واحد بس، الشعب المصري. الشعب المصري أصعب شعب وأصعب حاجة ممكن تواجه أي مخطط إرهابي ضد البلد دي. وهي فكرة إيه بقى؟ فكرة الوعي هنا مهمة جدا يا أسماء، لأنه ممكن شعب يتهز في معركة عسكرية، ممكن يتهزم على فكرة اقتصاديا، شعوب ودول بتمر بعثرات ومشاكل اقتصادية كبيرة قوي، تتهزم سياسيا ممكن، تتهزم اقتصاديا ممكن، لكن معنويا ونفسيا دي الهزيمة الأكبر. لما تتهزم بشكل معنوي أو تشعر أنه ثقتك بتتهز في بلدك، فدي هي الهزيمة الأكبر. محتاجين الفترة الجاية نبقى كلنا متوحدين، محتاجين الفترة الجاية نثبت العالم كله أنه مفيش خوف موجود في الشارع المصري. صحيح. أن كلنا آمنين، المسلم يصلي في الجامع والمسيحي بيروح للكنيسة ومفيش أي مشكلة، هتفضل كنايسنا عامرة، هتفضل مساجدنا عامرة، ما بقي هذا الشعب المصري إن شاء الله.